وزي ما مراسلنا كريم بيبرس أكد في تقريره إن مهرجان العالمين هو فرصة إن الناس تتجمع، سواء كان في الرياضة أو تتجمع على سفرة وتاكل. ويمكن دي كانت من أكتر المشاهد اللي شفناها في مهرجان بايتس باي ذا سي. وهنرجع تاني للشيف غادة التالية اللي هتكلمنا عن مشاركتها بشكل أكبر، وكمان إيه أهم الوصفات اللي حضرتها خلال مشاركتها في المهرجان. شيف غادة مساء الخير، برحب بيكي. يا مساء الفل يا حبيبتي، ازيك؟ اهلا بيكي ومنوره الشاشه. وعايزين نتكلم بالتفصيل عن مشاركتك في مهرجان العالمين، وتحديدا في مهرجان الطبخ او مهرجان الاكلات اللي كان ليه حضور مميز، وكان فيه عدد كبير من الطباخين والشيفات وحضرتك كنت منهم، وكمان كان فيه اقبال من الجمهور عليه. طبعا هو السنه دي اولا انا عايز اشكر الشركه المتحده اللي سمحت لنا ان احنا نكون جزء من المهرجان العظيم ده اللي معمول على احلى مكان في مصر، العالمين الجديده. المكان تحفه، الناس كانوا كتير ومبسوطين كلهم. اكلوا لان احنا كنا عاملين تيم جديد السنه دي، وهو اخترنا كام بلد من البحر المتوسط وعملنا الاكلات بتاعتهم، فكل اللي موجودين قدروا يدوقوا اكلات مختلفه من البلاد دي. يعني بحر المتوسط هنتكلم عن ايطاليا، اليونان، وايه تاني؟ يعني دول ايه تاني؟ ايطاليا بالظبط، ايطاليا واليونان واسبانيا ولبنان ومصر طبعا، وكان في ايه تاني، هم يعني دول اللي فاكراهم دلوقتي، وكذا طبق من كل بلد. فالناس ذاقوا الاطباق المختلفه. كان في مسابقات طبعا كمان عملناها، وكان في تفاعل مباشر مع الجمهور، وكان في جوائز قيمه جدا. والصراحه كانت الفايب بتاعت انا عارفه ان حضرتك دايما بتدي فرصه لمشاهدينك ان هم يتفاعلوا معاكي وبتدعميهم وبتشجعيهم في مسابقات كتير، لكن بالنسبه للجمهور اللي كان موجود في مهرجان العالمين الجديده، يعني هو شارك بالطبخه، كنتوا بتدوهم زي أيوة كده بتعلموهم ازاي يطبخوا، ولا هم اللي كانوا بيتنافسوا كمان على الطبخ؟ انا قصدي عليهم، هم كانوا موجودين، واحنا كانت الاسئله مباشره ليهم للجمهور، واحنا اخترنا منهم اصلا اثنين بيطلعوا يعملوا مسابقه. كل شيف كان معاه مسابقه مختلفه. انا كنت مقدمه البلح الشام التركي، تركيا كمان من البلاد، بلح الشام التركي، وهو اكتر حد هيعمل اضبط واكبر كميه من بلح الشام هو اللي بيكسب معانا، وكانت الجوائز اجهزه كهربائيه. وللجمهور اللي ما جاش معانا فوق على المسرح كان في اسئله بقى دمها خفيف كده، وكانوا بياخدوا جوائز لذيذه برضه. شايفه المهرجان كل كان مبسوط. شايفه المهرجان ده بيضيف ايه لمهرجان العالمين وفكره التنوع اللي احنا شايفينها؟ يعني المهرجان بيضم الحقيقه حاجات كتير ثقافيه وترفيهيه وكمان في مجال الطبخ، ازاي ده ضاف لمهرجان العالمين الجديد؟ هو كمل المنظومه الحلوه بتاعت المهرجان. يعني زي ما حضرتك اتفضلتي وقلتي، في مهرجانات موسيقى وغنى وثقافه ورياضه، فهو كان في جانب الطبخ، واحنا يعني سفره هم اللي عملوا الجزء ده، وكلنا كنا مبسوطين جدا بان احنا كنا جزء من المهرجان اللذيذ الحلو ده، ناجح جدا، وفي كده روح سعاده بتحسيها في الناس كلها اللي موجودة. طب ايه ابرز وصفة حضرتيها في المهرجان او يمكن اتطلبت منك وحابة تشاركيها معانا على الهواء؟ هو انا عملت الصراحة حاجتين، عملت بلح الشام التركي وعملت اللبن العيران اللي هو بيبقى ده اكلة مشروب نمرة واحد في تركيا. هو عبارة عن زبادي بتخفف بلبن وبيتحط عليه رشة ملح فقط لا غير، بس مفيش بيت ومفيش مطعم ما بيقدمش المشروب ده في تركيا، بس هم دول اللي انا قدمتهم. طب وبلح الشام التركي بيختلف ازاي عن بلح الشام الموجود عندنا في مصر؟ بيتضاف له سميد في العجين. هو الفرق، هو ده الفرق اللي بينه وبين بلح الشام بتاعنا. طيب شايفه كمان ازاي كانت المشاركه مع الشيفات التانيين، وان المهرجان كان فرصه لتقديم اكلات جديده او ممكن كمان اعاده تقديم اطباق تقليديه موجوده لكن بطرق مبتكره؟ صحيح، يعني كان في مثلا الشيف شيرفيني عمل طعميه، كان كل واحد عمل حاجه قدمها بطريقته وكانت لذيذه قوي. والاسئله كمان كانت مع ان دمها خفيف وكانت بسيطه، بس كانت انا برضه حسيت انها اضافت لبعض الناس معلومات
يعني مثلا انا لما قلت مثلا مين يعرف وصف طباخ روحه من اي بلد، كل واقفين ما حدش عارف غير واحد بس هو اللي عارف ايه هي وصف طباخ روحه. فدي بتبقى ايه هي وصف طباخ روحه من انهي بلد؟ طيب يا شيف هي من سوريا. من سوريا. فهي بتبقى اسراء، هي بتبقى يعني كل الاسئله كانت دمها خفيف. مثلا ايه هو التير داكن مثلا، ما حدش عرفه الصراحه، كلهم فتحوا النت عشان يعرفوا ايه هو التير داكن، بس في الاخر الكل عرف وصفه جديده. الشامي شانجا مثلا من اني بلد. ما احنا محتاجين شرح للوصفات اللي حضرتك بتقوليها على الهوا كمان، لان اعتقد ان الجمهور هيضطر يدخل على جوجل يدور على الوصفات اللي حضرتك بتقولي عليها. هي الشامي شانجا وصفه كده بتبقى لحمه ملفوفه بالتورتيه، الخبز المكسيكي، وبتتقلي ببيض وبقسماط، بتتحط في الزيت وبتتقلي. التير داكن هي وصفه ضخمه شويه، هي عباره عن ديك، والديك محشي جوه بطه، والبطه جواها فرخه. فهو حاجه كده، بس هي بتتعمل يعني احنا كده هنعوز السنه الجايه نروح المهرجان تاني عشان نشوف كل الوصفات دي الكلام عنها، والوصفات كمان اللي اتعملت مباشره في المهرجان. انتوا تنورين، تنورونا. بالتوفيق، بنشكرك شكرا جزيلا شيف غدا التلي، شكرا جزيلا ليكي وعلى مداخلتك وعلى الوصفات اللي قلت لنا عليها والاكلات الجديده اللي يمكن اتعرفنا على اساميها وهي من انهي بلد. بشكرك شكرا جزيلا.